السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معكم ايهاب الرفاعي في فيديو جديد من قناة ايهاب الرفاعي. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة رسم منظر طبيعي بطريقة بسيطة للمبتدئين، ولكن قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو انت مش مشترك في القناة اشترك الان وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، ويلا نبدأ الفيديو. طيب هنعمل دايرة بالشكل دوت، وبالمسطرة هنسحب خط بالعرض، وبعد كده نبدأ بالقلم الرصاص نرسم واحدة واحدة كده بالطريقة دي، وهنعمل نص دايرة كده، وهنيجي هنا ونرسم نخلة بالطريقة البسيطة دي كده بشكل عشوائي كده. المنظر ده للمبتدئين يعني، واحدة 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 كده. برضو هنعمل في الجنب التاني نخلة برضو بالطريقة دي، وهنيجي هنا ونرسم مركب بالشكل دوت كده، هنجيب اللون البرتقالي ونلون حوالين الشمس نغمق كده، وبعد كده باللون الأصفر ونبدأ نملأ باقي المكان بالطريقة دي كده. وهنرجع نجيب القلم البرتقالي تاني وهنبدأ نعمل تدرج بالطريقة دي. وبعد كده نلون الشمس باللون الأصفر، ونعمل لها ظل في البحر بالطريقة دي. والنخلة هنلونه باللون البني كده، ونلون المركب باللون البني،
ونلون جريد النخل باللون الأخضر بالطريقة دي كده. وبنفس اللون الأخضر الغامق نلون باقي الشكل بالطريقة دي. وبعد كده نجيب اللون الأخضر الفاتح ونلون باقي الشكل بالطريقة دي. وبعد كده نجيب اللون الأزرق الغامق ونلون الأطراف كده. وباللون الأزرق الفاتح نلون بقية البحر بالطريقة دي. كده المنظر واضح معانا. ياريت لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.